جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح تقول إنه معروف لديهم أن من أفطر بسبب مرض أو بسبب عذر فإنه يدفع مبلغا من المال عن كل يوم، ما هو توجيهكم؟ تقول ربما يصل إلى ربع دينار أو نصف دينار وهكذا. هذا الذي ذكرته ليس بصحيح ولا يجزي عن القضاء، لكن من تعذر في حقه القضاء لمرض مزمن أو لهرم فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو نصف من الطعام، وهو ما يعادل نصف الصاع. أما النقود فإنه لا يجزي إخراجها، إن الله تعالى يقول في حق الكبير الهرم والمريض المرض المزمن، يقول سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. معنى يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام ولا يتحملونه، أوجب الله عليهم بدل الصيام طعام مسكين. نص سبحانه وتعالى على الطعام، دل على أنه لا يجزي إخراج النقود.